عيش المخيم دائما فيه جديد ومغامرات جدد. اليوم رايحين زيارة لتكني. مرحبا بكم في تكنو. مرحبا. تفضلوا. زيارة ممتعة. لا لا. سلام. الأبطال لحقوا التكنو، كل واحد وش راح يشوف. عجبني تا غادي نكتب. راح حاضر معهم في الزيارة الكلون تاني. قصة؟ قصة هذه تاع جمال هارلي. أشوف الحطة. وكان تاع ال. فوكس. لا هذه. تاع التلوين. تاع التلوين وهذه كان. الولاد باينة كامل يحبوا الانفورماتيك ولي جو، دونك كامل راحوا يشوفوا لي سوغي واش كاين ادوات. تحبوا ديسينيو؟ ها نروح ديسينيو. هنايا كل ما يتعلق بالرسم. هذه يلا مارك هذه الوان الوان هذه يعني اوراق ولا الوان الوان هذه لم هادو اوراق الوان الوان وهذا عملك ثاني الالوان اللي يعني اللي يسحقوا بزاف ويسحقوا بزاف الالوان يعني اللي توضيح ولا يعني تكون لوحه تحتاج اكثر من 12 لون كاين 48 وكاين 72 76 حتى 28 لون 20 لون نلقاوها في اللوحه اللي لو حتى على بيكاسو الوان تكعيبية مدرسة تكعيبية شوف حتى شباب شباب مليح وهذا عنده أدوات شعبية باسم وريتاج راهم يشوفوا في الأدوات المدرسية أي قريب تبني الدراسة قريب نشوفوا زين شباب السيلوات شوفي هذا شوف كيما حاجة تاع الولاد هذا مليح عنده صوالح شابين بزاف عنده كل أدوات هادو شتاهم كيفاش خدموهم باش نخدمو هادو نستعملو لازم نستعمل الاوراق الكلون راهو معاهم يعرف لهم ويوري لهم كل الادوات الفنية عندك يعني الالومنيوم كيفاش هذا الالومنيوم قلت او عادي جي يعني لاصق خلي استعمليها كاين ورق الجوخ ورق البراق فوالا هادو بابي موش هادو قدر قاعد نستعملوهم مام تاني اوراق كبيرة يعني حبوا خدموا شكل كبير يعني راك تشوف كيفاش تخدموا بهم تقدر تخدموا بهم بزاف اشكال هذه قناع تاج رجل بانوكيو فوالا واو صباح الخير مرحبا بكم دونك رانا في اداه الحاسبه شابين بزاف هذا آلات حاسبة كبيرة حاسبة صغيرة هذه صغيرة كاملة واش بتني بزاف شابة ما
كاين على حسب العلميه، هي علميه عندو كاع تقام في الباك في الكليه. شكون فيهم عنده شهاده تعليم متوسط العام الجاي؟ انا بروميير اني. فوالا طاح منو دوك انا نجيو كازيو، انا كازيو. واو جميع انواع الحاسبات. نعم على الحاسبة. دونك قلت لي شهادة تعليم متوسط تقدر تستعمل هادية. واو هادي أتا أنت أختي دارتها في البغاز. هادي تقدر تستعمل هادي لأن فيها الجدر فيها الكورس وفيها السينيس. واو تخرج النتيجة. إيه تخرج فيها الإكس بلس 3. الأطفال عجبوهم بزاف الأدوات والألوان. ندى عجبوها بزاف الرسومات وأدوات الرسم. رسمة شابة. كاختار بالهيكا راح تشوفوا من تستعملون هذا. هذا كيجي لهنا هاي لك. هذا القلم الابيض حتى شوف هذا الدفتر اللي شنو فيه. هذا الدفتر مثلا اللي شنو بالبيض يعني يخرج راسم ابيض كما هي ورقه القمح. هنا نقدر نرسمو نجم مثلا نجم عباره عن نجم. هذا نستعمله في هذا الدفتر نستعمله هذا ولا راه من هيك يعني ستيلو جل ابيض يستعملوا هذا اللي كان عندك ضغط تستعمل هذا النوت راح تحتاج هذا امر باش كاسكاتش تحتاج كومبات تحتاج ستات الكوست هذو كان نستعملهم كي يكون عندك باك راح تجيب هذه نوع اخر باين هذه كازيو وابس ما استعمل يعني شوية كبيرة برك عليها مخشينها. واو شبني اللون بزاف شباب ان شاء الله. شوفي هذا المبرمات والمحليات شوفي شحال شباب انا حتى ما حافظ شابين شابين بزاف حتى قصص عندهم مليح انا تعجبني هاد القصه بزاف تاع جوحة وابن هو الحمار هادي ما نفهم نقراها ولا ثاني تعدي بس هادي اسمها ما تطلق عليها تحت البرج قبيحة ماشي كيما القصة مطعم مسكينة كانت هي زادت مع خواتها سهادي كي زاد تشبهها لهم زاد تشبهها لهم سا
بزاف من الشبهات من فات قبل كيما هاكا بزاف زيد شويه ما تنساش عند وحده ربطها تابع سمك راح نجيت الرسم اول حاجه سميوها هي هاد الورق ورق الرسم باسم وريتاج رام يتعرفوا على مراحل الرسم ورق الرسم هذا تستعملها هذا تستعمل قبل دير مخان الفلو تاعك اللي تخرجيه من تنبال مثلا بريمير الطبيعي بعد نجي نستعمل ورق شفاف ورق شفاف هذا كي نستعملوه تنقلو تاع المهندسين هنايا كي ديسين هنا تبدا تستعمل المساطير الكوس القياسات شحال يطلب من بعد في الاخر اللي هي الشكل النهائي شفاف الورق الشفاف جيت تبني بهذا تعملي هذا يعاونك مثلا رسم باه تنقلي تقدر يعني هذه المجسمات باه كي تولي مهندس ان شاء الله تخدم نفسها فوالا هذوما هذه المرحله الاولى هذا اوراق شفافه من بعد ديسين هنا اوراق بيضاء ومن بعد تعرضوا كي تعرضوا بعد العرض تاعو تبدا ديسين تبدا تطبق فيه مجسم صغير قبل ما يتبنى من بعد تستعمل الاكواز دير هذو ما داكش تستعمل الاكواز لا هذا استعمل هذا استعمل للاشكال ومن بعد بعدها كي تحب تخدم شكل المجسم تخدمه بهذا كان عباره عن مجسم صغير كي تقدمه يعني الويكال ولا مشروع المشروع تاعك يقولوا اذا يعني قبلك المشروع تاعك تروح تجلس على ارض الواقع بناء على المجسم اللي درته انت تكنو فيه بزاف ادوات ميرسي ميرسي بون هذا الدفتر هذا يتبع على حسب غراماج انا عندك 70 غرام 90 غرام 120 غرام حتى 300 غرام الاطر الكبير هذا ندير فيه هذا القلم الاسود نقدر ندير اي يعني رسم تكون رسمه شابه وفي هذه تقدر تستعملي فيها الالوان تستعمل فيها الالوان المائيه ماشي الوان زيتيه الوان مائيه عامله هيك كيما لا غواش دار هادو بالنسبه للزربون كروك يعني دفاتر الرسم وكان لي بابي كونسون يبداو من 100 غرام حتى 200 غرام ها 300 غرام هاو خب بزاف لي هضروا على لي زانيم زانيم كان اكتشف مسوات اكتشف واش اختاروا هاي كيما مسوات اكتشف حيوانات اياد راهو يحوس على كتب الحيوانات واللي تهضر على الحيوانات الحيوانات البرية هذه الأحوال الجوية وكانت الحيوانات البرية والطبيعة الحيوانات البحرية حيوانات متوحشة من قبل التاريخ وحشية يعني الديناصورات الديناصورات بعد ما شافوا كامل تيكنو لحق وقت الرسم اللي كامل كانوا يتمناو ويستناو فيه